تفضل. أولا السلام عليكم. لهذه المناسبة الكريمة، هذه المناسبة اللي دور حول السلامة المرورية، وحنا نشوفوا نشاط كبير داخل إذاعة عين تموشنت. ارتأت مصلحة حق الدم لمستشفى مدغلي والجمعية جمعية جابر بن حيان أن تشارك في هذا اليوم التحسيسي. احنا نقولوا دائما باللي كيس نقتصدوه دائما نوفروه لمريض. قد ما كان السائق عنده أخلاقيات السياقة في السيارة نتاعه ولا في الشاحنة ولا في الحافلة نتاعه، قد ما نقص لنا حوادث المرور، قد ما نقصت حوادث المرور، قد ما وفرنا أكياس دم نخلوها لمرضى آخرين مثل المرأة المقبلة على الولادة، ولا الناس اللي يديروا الأونكولوجي ويخصهم الدم، ولا الناس اللي يديروا عنهم القصور الكلوي. دونك ما نبغوش احنا في الحركة الجمعوية ولا في مصلحة حق الدم، ما نبغوش أن أكياس دم تمشي للناس متهورين في السياقة. دونك هذا الإنسان إذا تصرف بطريقة أخلاقية وبطريقة محترمة في السيارة نتاعه، غادي بهذه الطريقة يكون شارك بطريقة غير مباشرة في جمع أكياس دم لصالح المرضى. باش كنا عارفوا بزاف من المرضى اللي تكون الحياة تاعهم حرجة ويستحقوا كيس الدم في ذاك الوقت. لو كان هذاك الدم يوفره لنا سائق المرور، نظن هذاك المريض ما يكونش في حرج وننقذوا الحياة نتاعه. دونك النداء للسائقين، إخواني بطريقتكم ولا بالسياقة المثلى في سياراتكم وخاصة الحافلات والشاحنات، نقول لكم بلي راكم تساعدوا بطريقة غير مباشرة في إنقاذ حياة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شكرا. Thank you.